السلام عليكم أصدقائي، في هذه الحلقة سأتحدث عن قضايا عديدة، منها نقاش حر عن العلمانية والتطرف الديني، وأيضا عن سبل تأسيس معرفة جديدة، وسأقدم فيها 4 سبل لتأسيس هذه المعرفة الجديدة التي تقوم على أساس معرفة قديمة أصبحت بالية ودفعنا ثمن تطبيقاتها في حياتنا غاليا. من هذه السبل لتأسيس معرفة جديدة هي قراءة جديدة للتراث والموروث، والنظر داخل الوعي أولا وخارج العالم ثانيا، وثالثا أن الله هو اختراع سياسي واختراع أموي لم يعد له جدوى في حياتنا حاليا، كذلك أن ثوابت الدين هي ثوابت مزيفة ولا يمكن أن تستمر كما هي. وبالسبيل الأخير تأسيس هذه المعرفة هو إصلاح الإنسان وليس إصلاح الأديان. فأتمنى أن تجدون في ما أطرحه شيء مفيد، وأنا كل هدفي من نشر هذه الفيديوهات هو أن أسمع آراءكم وتعليقاتكم بالدرجة الأولى لكي أعرف أين أنا وأين نحن جميعاً، ندخل في نقاش حر مفتوح ما بحساسيات ولا باتهامات. بالبداية أقول أن التطرف الديني منتشر بيننا كثيراً، وهو ردة فعل على نشوء الدولة الحديثة وفرضها على مجتمعاتنا المتدينة. هذه العملية جرت منذ قرنين تقريبا، لم تنجح حتى الآن في تأسيس دولة حديثة داخل مجتمعاتنا بمعنى الكلمة، يعني دولة حديثة بمعنى الكلمة. يبدو أنه ما زالت العملية جديدة كليا على مجتمعاتنا، وهو هذا قالب الدولة الحديثة، ما زال قالب جديد لم تعتد عليه مجتمعاتنا وما زالت لا تستطيع استيعاب، بل أنها تشعر أنها لا تحتاجه، وهذا هو ما يفسر انتشار الدكتاتوريات بيننا. فما كان لها أن تنتشر لو وجدت بيئة غير خصبة، بدليل أن مجتمعاتنا تنفرط بسهولة تامة لأي ظرف مختلف وطارئ يؤدي إلى انهيار الطغاة، سواء كانوا طغاة من النمط الديني أو طغاة من النمط الثوري، لا فرق. هو هؤلاء مجرد يعني يبنون دول مستبدة عنيفة يعني تضطهد شعوبها، وفي أي ظرف مثلا غزو خارجي مثلا أو ظرف مظاهرات عارمة مثل ما صار بالربيع العربي يسقطون بطريقة دراماتيكية وسريعة كأنما مجرد قشة في الريح والطير. هذا ما حصل مع صدام حسين، وتوالت هزامة في حروبه مع إيران، حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، وأيضا القذافي وبشار و كثيرون كلهم سقطوا بسرعة هائلة لا تفرق. مع هذا هناك من ما زال يعتقد أن بالإمكان وجود شيء اسمه دولة دينية. طبعا بغض النظر عن رأي عن التأكيدات الأكيدة بأن لا وجود لشيء اسمه دولة دينية سواء بالتاريخ الإسلامي أو حتى بالأفق النظري الإسلامي والفقهي، فهذا أنا أعتبره شيء مستحيل، وكثيرون يتفقون على هذا الأمر، مجرد حلم طباوي على وجود دولة دينية مستحيلة. حاليا لا يمكن لأي نظام في العالم الآن أن يقوم على أساس ديني، لابد أن يقوم على أساس نظام حديث، أي بمعنى آخر سواء قلنا أو لم نقل هو نظام علماني. وأوضحت الفرق ماذا نقصد بالعلماني بغض النظر عن تعريفات العلمانية. العلمانية أنه تعيش حياة كما هي، يعني لا تأتي بقوانين من خارج أفق الحياة والواقع والوجود، قوانين تصدر تنبع من حاجات الناس ومن الواقع اليومي والواقع الحضاري والواقع فعلا على الأرض، وليس أن تأتي بنص سماوي وتحاول من الغيب أو من خارج إطار الوجود لكي تطبقه على هذا الواقع بالقوة. إذن لا وجود لشيء اسمه دولة دينية، وهذا الأمر أصبح مفروغ منه ولا يمكن أن يحدث على الإطلاق. هذا مو على مستوى الدول أيضا ما يمكن أن يحدث، بس على مستوى حتى نظام لإدارة أي مؤسسة معاصرة، ولو كانت مؤسسة دينية مثلا، حتى نفس المؤسسة دي ما ممكن تسوي نظام ديني داخل مؤسساتها، لابد أن تسوي نظام إداري حديث جدا لا صلة له بين النظام الديني القديم. وهي حتى لو كانت هذا يعني المؤسسة هي تطالب بإقامة دولة دينية، هل هذا الكلام ما يحتاج أورد أدلة عليه، لأنه يكفي أن أي شخص عنده خبرة بالإدارة وبالاقتصاد وبال النظم الإدارية الحديثة بشكل عام والمؤسسات والدول لديها اطلاع، ممكن أن يبحث ويجد أنه مسافة لا توصف شاسعة جدا بين
أفق الديني والأفق الدولة الحديث. يمكن أيضا قراءة لكم قراءة أدبيات أيضا عن الدولة الحديثة حتى تكتشفون الأمر بنفسكم. التطرف الديني حتى العلماني يصبح يعني هو عملية طقوس لا واعية في متناول أيدي أمام المواطن أو المؤمن البسيط أو المثقف وعالم الدين عليه. التطرف الديني يصبح هنا ردة فعل، حتى الاعتدال الديني هو ردة فعل على علمنة الوعي. نستطيع من هنا أن نفهم خطاب التطرف أو الطريقة اللي يتطرف بها الناس على أنه ردة فعل وجواب حاد على الأفكار والصيغ والإجراءات الحديثة التي تقوم بها الدولة الحديثة عموما. إذا راجعنا ما حدث في العالم الغربي نجد بأنه الدولة الحديثة نشأت بطريقة متدرجة وسلاسة وبدون حالات طفرات مفاجئة، لم تأتي فرضا من الأعلى، إنما كانت تطور اقتصادي وتطور اجتماعي وتطور علمي ترافق مع عمليات تطور الدولة الحديثة، وكانت هناك إجراءات حداثة وتحديث، يعني هي متساوقة. بدأت أول مرة بعلمنة الوعي، وأنه الناس نوثق بطريقة حديثة، طريقة بها أفق العلاقة بالتجربة والاختبار والممارسة، وانطلقوا من خلال هذا بنوا واقعهم على أساس مختلف عن الأساس الديني الذي يأتي من الغيب ويفرض حضوره مهما كانت المتغيرات على الأرض. من هناك بعد تطور العلم وتطور الوعي الاجتماعي وتطور المجتمعات الغربية، تطور مفهوم الفرد وتطورت فكرة الحقوق الفردية وممارساتها، أيضا أصبح هنالك شيء اسمه مجال عام ومجال خاص، أي كل ما يتعلق بمسألة عمليات التحديث كلها جرت بطريقة مرتبة وتدريجية. هي اللي أدت مع تطور التصنيع وتطور العلم وابتكاراته، نشأت الدولة الحديثة وظهرت فكرة الوطن والمواطن، صار توافق بين المجتمع أو بين الدولة على تحييد الدولة عن الشؤون الدينية، وهذا ترافق مع الوعي العام للمواطن، أي أن الناس هم بادروا وغيروا في أنماط تدينهم بسبب تغيرات الهائلة التي عاشوها فيما بينهم. المشكلة عندنا هنا معقدة أكثر، لأنه إحنا ما كان إحنا صارت عندنا قطاع حضاري هائل على مدى قرون، فإحنا بقينا معلقين، أغلقنا باب الاجتهاد وبقينا في الماضي من أيام سقوط بغداد وحتى مجيء الدول الاستعمارية أو الاحتلال الفرنسي أو بال 1801 أعتقد، صارت عندنا صدمة نطبق قوانين الدول الحديثة علينا بشكل تعسفي او نبدا بتطوير المجتمع، لا هذه احنا سويناها ولا الثانيه، واللي صار انه فرض الدوله الحديثه على المجتمع من الاعلى، وهذا الفرض احيانا تم بطريقه عنيفه، الطريقه اللائكيه، الطريقه العلمانيه الفرنسيه اللي اتبعوها يعني خاصه اتبعها اتاتورك ونوعا ما يعني نوعا ما تونس اكثر شيء وفي سوريا الى حد ما، وايضا يعني في مصر كانت فتره ليبراليه، في مصر والعراق كانت فتره ليبراليه يعني بين الحربين. اللي صار هو هذا، فرضت الامور من الاعلى وحصلت ردات فعل عنيفه. من بين هذه ردات الفعل العنيفه الاصوليه ظهر الخميني وظهروا الاخوان المسلمين، وهم كانوا من ابرز الحالات. هذا ادى الى ان ينقسم المجتمع، اكو هويه دينيه، وظهرت ايضا هويه علميه او علمانيه، وظهرت هويه وطنيه، فكانت اكو رغبه بتشكيل بلدان ونظام دول حديثه، وفكره الوطن والمواطن والتضحيه بسبيل الوطن، واكو حدود، ويعني اكو حقوق المواطن. بدات محاوله لتشكيل هذا الوعي، لكن المشكله واجهت رده فعل عنيفه لانها بعثه جديده او مفاجاه، ماكو تربه خصبه داخل المجتمع تنهض في هذا الموضوع، ما صار عندنا تطور علمي وحضاري وتطور تصنيع، ويعني ظهرت الحداثة عندنا حتى نقدر نقول المجتمع حيتقبل هاي الفكرة. كان السياسيين في مأزق انه ماذا يفعلون؟ هذا النظام دول الحديثة لابد ان يطبقوها، يعني هم مجبور هم يردون هذا الشيء، او هم علمانيين، او هم لابد يتطور، لابد من التطور، والا لا يمكن ان تحكم بطريقة الخليفة العباسي او الخليفة العثماني مثلا. هذا موضوع انتهى، فهو احنا كنا في مأزق، راح اتحدث عن الطريقه اللي نتخلص، يعني مقترحاتي للتخلص من هذا المأزق الكبير. هنا صارت عندنا مشكلتين، اولا
المشكله انه صار فرض العلمنه او العلمانيه او نظام الدوله الحديثه من الاعلى، وايضا اجى الدين واعترض على الموضوع وفرض الدين والقيم الدينيه من الاعلى ايضا على المجتمع. فلا المجتمع استطاع ان يتاقلم مع الحداثه او الدوله الحديثه، ولا استطاع ان يتاقلم مع سلطه الدين الذي اتى الاصوليين الذين حاولوا استعاده في الماضي. فظلينا نظل المجتمع في حاله منقسمه ومنشطره، ظهرت بالتالي الهويه الدينيه في حاله مواجهه عنيفه غالبا مع الهويه العلمانيه الوطنيه. وطلع دائما يطلع لنا ناس ينادون بالانطلاق من الوطن اولا، ونقف على هذا ارض الوطن باعتبار هذا ارضي ماديه حقيقيه واقعيه نعيشها، لها ظروفها ولها بيئتها ولها جغرافيتها ولها يعني تنوعها السكاني وكل هاي التفاصيل، وننطلق من عندها ونبني ونأسس حياتنا. لا، اكو ناس يقول لك لا، احنا ننطلق من الدين، عندنا النص موجود وكتاب الله في يعني انا انزلنا الذكر وانا له حافظون، لازم انه لا حكم الا لله، وهذا وما لنا علاقه بالواقع، الواقع يتغير وفق النص وفق شريعه الله، وعلى الجميع الطاعه استجابه الى اوامر الله واوامر الشريعه. فهذا الصراع صار عندنا بين قضيتين، لا احنا طالعين من الماضي ولا احنا مندمجين مع الحاضر. اصبحنا دايخين بين هذا اللي يريد ينطلق من الوطن، من ارض الوطن اولا، وليس من ارض الدين او من فضاء الدين او سماء الدين واهل الدين. اي صراع بين من يريد ان يشترط او يطبق اشتراطات الارض الواقع وليس اشتراطات السماء والغيب، والعكس بالعكس. هذا اللي حصل بتركيا طبعا، وكما قلت في تونس، وكانت العمليات قسريه، والنتيجه كما راينا انه صارت انه مجرد مع الوقت، مع رغم العنف في تركيا، يعني كان الحجاب ممنوع في الاماكن الرسميه واماكن الدوله، اصبحت يعني مظاهر التدين ممنوعه في الاماكن الرسميه بالجامعات، كل مكان تشرف عليها الدوله، مدارس، جامعات، مؤسسات حكوميه وما الى ذلك، كلها كانت صارت كان اكو نوع من التوجيه العام بهذا الموضوع. الان فاجا اتاتورك واختلف الموضوع، يعني بقى المجتمع الارضيه او الارضيه التاسيس، يعني ثقافه المجتمع هي ثقافه دينيه لم تتحول ولم تتبدل ولم تتطور، هنا المشكله. فبالتالي رجعوا يعني انتخابات، المجتمع انتخب الاسلاميين لان كانت عمليه قسريه وطارئه وغريبه على المجتمع، ما كان متهيئ لها. وايضا في تونس رغم انه كان فاز حزب النهضه كان هو بأغلبية مريحة، والآن بالفترة الأخيرة فقط بدأ يتراجع لأن الناس اكتشفت. هنا وين صار المشكلة؟ في إيران انقلب الموضوع، إيران الخميني هو أيضا كان فرض من نوع من العلمانية، كانت مدير مال منطقة منتشر أو يعني كانت يعني الموضة مال ذاك الزمان، وإجا الخميني انقلب عليهم ورجع هو الخميني هو أيضا أصولي، يعني حال الإخوان المسلمين اصولي ولهابيين، وايضا نوع اصولي لكن على الطريقه الشيعيه، وايضا انقلب الحال. الان الايرانيين اصبحوا يشعرون بالحاجه بالتغيير للتغيير، فشعروا بانه الخطاب الديني عاجز عن معالجه قضاياهم وقضايا الناس عموما. وكانت النتيجه النهائيه انه اثبت الجميع عجزهم، سواء على المستوى الذين فرضوا الدين او الخطاب الديني على الناس من الاعلى، أو الذين فرضوا العلمانية والدولة الحديثة من أعلى، الطرفان فشلوا فشلا ذريعا، وكانت النتيجة النهائية هذا ما نحن فيه الآن من دول متخلفة في قعر أو في خلف الأمم جميعا، إن كان كما يقول أحد المفكرين السعوديين، قال إن كنا نقف خلف الأمم فإحنا حتى هاي ما ندبرها، يعني خارج قوس أصلا. هو إذا اتضح أنه عملية الفرض من الأعلى سواء من قبل التيارات الدينية أو التيارات العلمانية هو عملية فاشلة وتؤدي بنا أو أدت بنا إلى كوارث. هذا أفرز وضع درامي دراماتيكي، فلا الناس تقدر تتخلى عن علمنة الوعي وتحديث الواقع الفكري أو الأسس الفكرية للمجتمع والوعي، ولا العمل باطمئنان وفقا لعادات الناس الدينية. هذا يفسر طبعا تكرار عبارة الدين صحيح، وأن المشكلة في التطبيق، والبعض هناك يعني يقول مشكلة في التطبيق أن ما طبقنا العلمانية، والعلمانية هاي مو العلمانية الصحيحة، العلمانية ما زالت لم تطبق، ويأتي آخر يقول لا الدين لم نفلح بتطبيق الدين، وكثرت عبارات تجارة الدين والعبارة الدين الصحيح، وهذا الكلام كله هو كله كلام تبريري وتسويفي ومماطلة
ويشي بوجود ظاهرة سيكولوجية نفسية جماعية، يعني الناس مصابين على العطل، عطل سيكولوجي ونفسي يخليهم ينكرون الواقع ويحاولون يعني يجدون مبررات لأي شيء، لكن هو مجرد هروب من مواجهة الحقيقة المرة اللي احنا عليها. هي لأن احنا ما نعرف، أغلبية الناس ما تعرف يعني ماذا يجب أن يفعلون، لا هم قادرين يرجعون للماضي ويحل حتى يحل مشاكلهم، ولا هم جايبين الواقع يعني النموذج الغربي أو الحديث لتطبيق على واقعهم. فما ما العمل؟ يعني أنت بالنهاية نحن الآن الوعي العام للمؤمنين أو المواطنين، يعني المؤمنين بمعنى الديني أو المواطنين بمعنى العلماني، وعي منشقر ومهزوز غير واضح في المعالم، ولا يستند إلى حقائق راسخة إلى حد يمكن التأسيس عليه لفترة زمنية طويلة. الآن مع تأسيس معرفة جديدة، الحل برأيي الخاص ألخص بضع نقاط يمكن أن نتفق عليها وممكن تطويرها أيضا، طبعا هي نقاط أساسية قابلة للتفكير والتأويل والتعديل والتحقيق والتبديل، هي ممكن تساعدنا على تأسيس معرفة جديدة كليا مختلفة جوهريا عن كل ما مضى أو كنا عليه، وهذا من عدة نقاط. أولا، قراءة جديدة للتراث والموضوع، وأعني قراءة جديدة قائمة على رؤية مختلفة لتراثنا وموروثنا، وهو اللي احنا عليه حاليا. يعني احنا عندما اقول تراث اللي نحن عليه حاليا، يعني اللغة نتحدث بها لغة تراثية، احنا ليست لغة ظهرت الآن، ولا المعلومات ولا الجمل ولا الأفكار ولا الثقافات اللي نحن عليها هي ثقافات ولدت الآن، إنما هي نتاج موروث طويل وعريض. هذا اللي نحن عليه الآن يجب أن نعيد قراءته، الثقافة المتداولة فيما بيننا والتراث الموجود والموروث الموجود علينا أن نعيد قراءته من جديد، ونجد ما يثبت نجاحه ما ينفعنا في المقارنة مع نجاح الشعوب الأخرى. طبعا فكرة النجاح لابد أن نعيد تعريفها، ما هو مفهوم النجاح، هاي بها اختلافات كثيرة. طبعا حتى تحقق هاي المعرفة علينا جميعا أن نتفق على أن كل ما يأتينا من الماضي، ماضينا الخاص الشعوب العربية ومسلمة، أو من الآخر المعاصر لنا من الغرب أو يعني مختلف الدول الأخرى والشعوب الأخرى، يجب أن نتفق على أن كل هذا هو موضوع شك، ويجب دراسته بدقة واختيار ما هو مناسب لنا مقابل التطبيق والتنفيذ وحسم الخلافات. هذا الأساس هو اللي راح يسمح لنا نتوقف عن إيقاف نزعات التطرف فيما بيننا والانحياز الطفولي، إما لماضي انتهى أو حاضر آخر مختلف عنا ويقف على أبوابنا. لا والله مو يقف، يعني داخل رؤوسنا. يعني هسه الآن أتحدث معكم من موقع أمريكا، يعني هو موجود بحياتنا اليومية، صار يعني ما حداثة، والعلمانية مو شيء نتحدث عنه يعني كأنما احنا قاعدين في مكان ونتفرج على العلمانية تيجي تدخل، لا احنا عايشين بنصها. يعني على كل حال هذا موضوع آخر، عندما نتفق على هذا المطرق، وانا ما اشوف احلام طوباويه، لا بالعكس، ممكن القضيه تعتمد على الانسان المواطن على وعيه وعلى انفتاحه على افكار جديده. هي هاي عندما يتوحد وتتجمع هاي الافكار ويتحول هذا الكم الى كيف على الطريقه الماركسيه، يصبح بعد ذلك اي تطرف هو مساله مرفوضه اجتماعيا، لاننا السبب واضح، لاننا نعرف شنو هي جوهر المشكله، بدنا نعرف معنى الدين ومعنى العلمانيه ومعنى الحداثه ومعنى المجتمع، وما هو الفرق بين المجتمع والجماعه. مفهوم الجماعة أصبح مفهوم قديم، وراح أتحدث عنه بالتراث الباقي. هنا يصبح الاعتقاد الحر وليس الاعتقاد الجماعي القطيعي هو المعيار، وهذا المعيار اللي يفتخر به الجميع ويتميزون من خلاله. على الأقل طبعا هذا لا بد أن تكون في مرحلة التأسيس، واللي هي مرحلة بالتأكيد يعني تحتاج لها مرور جيل أو جيلين حتى تتحقق. بعدها أو أثناءها راح يتحول التطرف والتعصب، يصير مو للأفكار والمعتقدات، إنما بقدرتنا على تقديم حلول ورؤى جديدة لمشاكلنا، وهذا يتطلب طبعا مهارات خاصة وثقافة واسعة. هذا أمر كما يبدو ما ترغب الأغلبية الآن حاليا، ما ترغب هذا الشيء خاصة قادة القطيع. لماذا؟ لأنه أمر من هذا النوع يتطلب ذكاء ومهارة ونشاط وحيوية ووقت وجهد هائل، مو شيء سهل، وأيضا مخاطرة، إحساس المخاطرة بخسارة، خاصة قادة القطيع يخسرون امتيازاتهم كثيرا.
لهذا السبب نشوف احنا ليش هاي ال 200 سنه تخلفنا كثيرا، ليس لاننا طبقنا اشياء جديده، لا احنا كان اسهل لهم دائما ان ياخذون احكام جاهزه من التراب او يستعينون بالاخرين لترتيق الثغرات والاشكالات والمشاكل اللي تواجه. هذا هو السر الاعظم في مشاكل مجتمعاتنا ودولنا العربيه، احنا تعودنا على الخمول والكسل. حتى الى درجه ان احنا او فهان اغلقوا باب الاجتهاد والتفكير شؤون العالم والحياه، وهذا سر العجز الهائل عن معالجه المتغيرات اللي هي قصده انه احنا لحد هاي اللحظه لم نبتكر شيء جديد. لماذا؟ لاننا كساله كساله، اما رحنا نركض كالاطفال الى الماضي القديم ونقول نرجع للاصول، هي بالحقيقه احنا ما احنا ناس كساله، ناس خاملين، ناس فاشلين، وما نريد نتعب نفسنا، نريد كل شيء يجينا جاهز، يجينا جاهز اما من الماضي وكتب التراث جيبها وطبق، وهذا يعني خدمات، المهم كل شيء جاهز يجينا اما من الغرب والامم الاخرى او من الماضي مالت، يعني ماكو شيء يطلع من عندنا، يعني احنا ما نشتغل ما نسوي شيء. نرجع مره نروح نجيب ابن تيميه، يعني هو شخص مهمل طلعناه من جديد وجبناه، اسماء غريبه عجيبه قامت تطلع ما حد كان يعرف ايش فيها. بدينا ننبش ونطلعهم لانه نريد اشياء جاهزه، ما نريد نفكر، ما نريد نتعب نفسنا. وبالحقيقه هؤلاء ما عادوا قدوه لنا، حتى النبي محمد يعني مع احترامنا مع تقديرنا، بماذا نحتاج النبي محمد الان؟ يعني شو ليش هو قدوه الي؟ شلون ياكل؟ شلون يشرب؟ شلون يتزوج؟ شلون يعني هو ما يعني عالم اخر، هؤلاء جميعا مو قدوه لنا، ولا هم اصلا ما يقدرون يكونوا قدوه لنا. لماذا؟ لان احنا ادرى بمشاكلنا منهم. هؤلاء عندهم مشاكلهم مختلفه، اما التمسك الطفولي بهم فهو هذا دلاله على العجز ودلاله على وجود مشكله نفسيه داخلنا جماعيه اقصد. لهذا اختيار الحلول الجاهزه وجلبها من الماضي او الحاضر كما رايتم اثبت فشل. كلنا في ازمه الان، ماكو انسان عربي ما عنده ازمه، مستحيل. حتى الغني والمرتاح ايضا عنده ازمه، لا يمكن. دائما احنا على كيف افريقيا، دائما ما نعرف شنو المستقبل، اصبحنا اكبر نماذج الفشل افرادا وشعوبا ودولا، من الخميني الى الاخوان الى السلفيه الى داعش على النمط الديني او صدام وعبد الناصر في الدول الاخرى العربيه، كلهم فاشلين، كلهم ما انتصروا بمعركه واحده، واصلا ما كان اكو داعي يدخل معارك، لكن هذا حصل اللي حصل. فهؤلاء كلهم اثبتوا فشل. خاف احد يقول الخميني وايران دوله نموذج ناجح، لا ناجح ولا بطيخ، دوله فاشله ومرفوضه من المجتمع او المحيط ماله، تمنى علاقه شنو الاسباب. بالنتيجه فشلت في التاقلم مع العالم. هذا فشل مهما فعلت ما ينفع. وكما قلت انه الخميني وداعش والاخوان ولوا وجوههم شطر الماضي واستعادوا كل عطنا وعفنا وخرافاتنا، وهو ما موجود بين هذا، يعني شو اللي يجيبون من عنده؟ يعني يجيبون مخططات او نظريه نسبيه او نظريه دوركايم او نظريات علماء الاجتماع او فلاسفه التنوير، شو يجيبون من لو افكار ستيوارت ميل والليبراليه والحريه وقيم التسامح هاي شو يجيبون؟ ما عندهم غيره، يجيبون لنا هاي العفن والخرافات والتفاهم. اما صدام واتاتورك وعبد الناصر فاستوردوا النماذج القوميه والاشتراكيه وفرضوها على الناس بطريقه ساذجه وغبيه جدا، حتى يعني حتى ما اعرف شلون تقول، بس كان همهم السيطره والسلطه. هؤلاء جميعا والموجودين حاليا ايضا هم كلهم اكبر نماذج للفشل. هذا موضوع اعتقد انا يعني اترك لكم احصاء وتعداد كوارثهم، كلهم فشل فاشل، واحنا وياهم طبعا، احنا كشعوب وافراد والمؤسسات كلنا فشل في فشل. ثانيا في باب تاسيس معرفه جديده، علينا تغيير مناهج النظر داخل الوعي اولا وخارج العالم ثانيا. علينا ادراك مساله عميقه جدا وهي ما زالت الاغلبيه لا تدرك اهميتها، اعني ان مفهوم النصب لم يعد هو المعيار الذي تمارس به الحياه البشريه، اي ان رؤيه العالم بصفته منقسم الى خيار واشرار، مؤمنين وكفار، طيبين وهكذا، هذه الثنائيه دار الحرب دار يعني هاي الاسماء هذه، فهذا ما نحتاجها بعد، او هي العالم اختلف. علينا ان نستمد معرفه العالم، معرفه انفسنا، ومعرفه كل شيء من العقل والعلم والتجربه، مو من الغيب والوحي والدين والمقدسات. وقبل هذا طبعا علينا معرفه وادراك اننا لم نعد بحاجه لعدو حتى ندرك ونميز انفسنا، أو حتى لكي ننتصر لأنفسنا، بل على العكس أن ندرك أننا بحاجة لأن نثبت أو نحقق قصة نجاحنا أمام الآخر. ليس يعني لا عن الآخر القومي أو الديني أو حتى الوطني.
إنما الآخر الإنسان الآخر وين ما كان وين ما. يعني سواء يقيم في اليابان أو في الصين أو في أمريكا أو في كندا أو يقيم وياي بالبيت، يعني سواء امرأة أو رجل، يعني ابني، أختي، زوجتي، حبيبتي، صديقتي، جيراني، هذا الأمر واحد. القضية الأساسية لازم أن كلنا نثبت كل واحد من عنده قصة نجاحه، مو قصة خلافه وحروبه مع الآخر ومحاولة السيطرة على، لا، انشغل بنفسك، اثبت، سوي شيء خاص بك، طلع قصة، اصنع قصة نجاحك واخترعها وابتكرها. الحدود بين الأنا والآخر رفعت كما قال وجفت الصحف، والآخر ما عاد كافر إنما منافس. فرق، الآخر مو كافر علينا أن نخشى من شره وأن أبادر أقفز عليه وأسطو عليه وأقتله وأعتبره شر بأكمله ولكي طبق تعاليم الله، لا، الآخر ما عاد كافر، عاد أصبح الآن منافس، معنى آخر شريك إلي بتحقيق الحلم الإنساني الخاص بنا جميعا. فأنا أتنافس معك حتى كل واحد منا يبتكر طريقة أفضل لعلاج مثلا مرض ما. أدخل في صراع معك، وصراع معنى مو يعني منافسة شريفة كما يقال، لأنه نجد ما هو أفضل للناس. مرض مثلا معين، أنا أدخل معك في هذا أو مع مجموعة من الأفراد، كل واحد يخترع شيء أو يجد طريقة لعلاج قضية ما، لفتح نهر أو لمعالجة مشكلة معمارية، مشكلة سكانية، مشكلة نفسية، كل واحد من عندنا يحاول يقدم ما أفضل ما لديه. هذا التنافس هو اللي راح يخلينا اولا يمتص شحنه الغضب داخلنا، يمتص شحنه رغبه بالعدوانيه، تقلل عدوانيتنا، وهذه الشحنه العدوانيه وكل طاقاتنا تتوظف باتجاه اخر. مو ان تتوظف بان ادخل معك في نزاع حتى افوز عليك، لانك من الطائفه كذا والدين كذا وانت كافر، وهذا قصص بعد ما نحتاج. ما نحتاج بعد الان من يوقف على المنبر ويدعونا للتصدي للكفار والاعداء، سواء جماعة الضباط الذين احتلوا بلداننا وقادونا الطغاة، أو من رجال الدين الذين خرجوا علينا من كهف الماضي. إنما إحنا نحتاج اللي يوقف يدعونا نتعاون مع الناس جميعا، يدعونا لأن نثبت حضورنا الخلاق بين الجميع. هذا التحول هو اللي راح يساعدنا على إعادة تعريف أنفسنا وذواتنا، أين داخل إطار اجتماعي عام أو يعني داخل بلد معين أو مؤسسة مدنية ما، أو حتى داخل عائلة ما، أو أي شيء. فمهم نعيد تعريف أدنى الدوائر. ثالث الخطوات لتأسيس معرفة جديدة. أولا علينا أن نعرف أن الله هو اختراع سياسي، وأن ثوابت الدين والحياة عموما الثوابت مزيف. ما أقصد بهذا الكلام، لا أقصد إساءة لفكرة الله ولا أي شيء آخر، إنما هذا إشارة إلى قضية لها علاقة بالحقائق، فكرة الحقائق، أي أن الحقيقة فكرة أسطورية. يعني كلنا نؤمن بحقيقة كذا، وكو إله، وكو دين، وكو مطلقات، يعني هذه كلها أفكار أسطورية لا أصل لها، ولم يستطع أحد يوما أن يثبت أي حقيقة يدعيها، سواء حقيقة فلسفية أو حقيقة دينية أو حقيقة اعتقادية، أي حقيقة بجميع أنواع الحقائق، كلها أفكار أسطورية ماكو أي دليل على وجودها يوم في ولا لحظة من لحظات الزمن. من ضمن هذه الأكاذيب السخيفة والتافهة طبعا تقول وجود أكو نصوص مطلقة ومقدسة نزلها إله من السماء، قاعد السماء نزلها علينا ولازم نتبعها، هاي النصوص مزيفة، وفوق هذا لا تنطوي على أي قيمة معرفية حقيقية، تنطوي صحيح على قيمة طقسية تعبدية لا أكثر ولا أقل، وهي كانت مجرد لعبة سياسية. يعني الله نفسه، الله اختراع سياسي، اخترعوه الامويين، اخترعوه حتى يفرضوا سلطتهم على الناس، واجوا العباسيين وطوروا الموضوع، واصبح الله اختراع مفيد واداه للسيطره على الناس والتحجج باسمه. خلقوا قصه طويله عريضه انتجت ما نحن عليه الان، انه الدين شاء الان حاليا بالحقيقه هو هذا الدين كله اختراع سياسي، كانت الغايه منه فرض السلطه على الناس والتحكم بهم. حتى ما كان هناك شيء اسمه الله، يعني قبل الإسلام في أي مكان بالعالم هذا إله جديد ما موجود، الله ما موجود، ما عنده تاريخ، هم اخترعوه أجوا قالوا أكو الله. يعني أكو إيل قبل، أكو آلهة كثيرين، ما التاريخ ما ذكر أن اسم الله، هذا إله جديد. وحتى بين العرب ما كانت موجود،
وحتى لو افترضنا انه موجود فهذا احتمال ضئيل طبعا، هذا الله اسم قريب من عنده موجود بالشام ممكن، مو بمكه ولا بالمدينه. فالمهم مو هاي الفكره، الفكره انه احنا هذا الاساس الذي ننطلق من انه نتحدث به اساس هش لا يمكن التعويل عليه. من يدافع عن هذه المخترعات هو اما متملق او شخص صاد بحكم العاده ومستعبد ويخاف من خياله. واجبنا الان انقاذ هؤلاء وكشف الحقائق لهم. قصة اختراع هذا الإله كما قلت كانت لعبة سلطانية سياسية مارسها الخلفاء والسلاطين لخداع العامة، والهدف تدجينهم كما قلت لصالح هذا الإله بدلا من السماح لآلهة أخرى باصطياد المؤمنين لصالح. طبعا أنا يعني كلمة اصطياد المؤمنين مو مقصودة، ما جبتها من عندي، هاي كلمة قالها القديس بولس مرة قالهم راح خلينا نطلع نصطاد مؤمنين، ما أعرف مدينة طرقوس معروفين يعني كانوا موجودين، قال يا بنروح نصطاد المؤمنين. فهو فكرة اصطياد المؤمنين فعلا اصطادوا شعوب، سلام رجال الدين وقادة سياسيين متحالفين معهم اصطادوا شعوب كاملة واستعبدوها على مدى آلاف السنين. أقول يجب أن نحقق هذا الأمر وأن نأسس المعرفة الدينية اللازمة بما جرى، المعرفة مو الدينية، المعرفة بما جرى قديما وكيف تأسست المعرفة الدينية القديمة اللي سمحت بظهور فقهاء ومفكرين في ذلك الزمن هم اللي وضعوا هذا أسس هذا الدين اللي وصلنا واللي ما زال جالس على أنفاسنا وكاتب أنفاسنا بالكامل، ولا نستطيع أن نحرك شعرة من عنده. تخيلوا هذا العار اللي لا يوصف بالتاريخ كله، أنه تراث عمره ألف سنة لحد الآن ما نقدر نشيل من عنده صفحة، شيء مو عجيب، ما أعرف شو أوصف. المهم أقول الإيمان بوجود ما يسمى ثوابت الدين، يعني هاي مو ظاهرة إسلامية فقط، هي لا موجودة قد كل البشر، فإنه الإيمان بالثوابت هو حتى ظاهرة فيزيولوجية، لا يمكن لأي إنسان أن ينطلق من مكان غير ثابت، سواء المكان يوقف عليه أو بالفكرة يفكر بها وينطلق منها. التأسيس هنا ضروري، التأسيس لأي شيء هو ضروري، لكن حتى نحقق إنسانية لازم ننطلق من أسس مرنة قابل للتغيير، عندما حين الوقت المناسب نغير هذا الأساس، ما يضل كابس على أنفاسنا ونخليه نحوله إلى حقائق مطلقة ومقدسة. هي هاي العلمانية، هي شنو العلمانية؟ إنه إحنا ننطلق من أساس ثابت هو موجود هنا في هذه اللحظة من هذه الأرض من المكان الذي نحن فيه، وليس من مكان غيبي لا نراه ولا يرانا ولا يأتي معنا ولا يعرف مشاكلنا، انما يريد هو احنا نطبق ما يشاء، هو في الغيب، احنا موجودين هنا، انت شايلك بينا، احنا نحل مشاكلنا يا اخي، انت ليش جاي فارض نفسك علينا؟ هنا الفكره. فكره انه ننطلق من اساس مرن، اساس قوي وراسخ لكن قابل للتغيير وقابل للمعالجه، مو انه واحد بس واحد يطلع على هذا الاساس راسا نحكم عليه بالرده والقتل. رابعا، العالم ما عاد مسعود. يعني انتهت فكرة انه الانسان اصبح مسؤول او انه هاي فقرة لاحقة. المهم الفقرة الرابعة لتأسيس المعرفة الرابع الاساس الذي يجب ان نؤسس عليه هو اصلاح الانسان وليس اصلاح الاديان. اشاعة ثقافة النقد والنقاش وتقبل الاراء المختلفة ايا كان، وهذا ما يحصل الا ضمن اطار احترام الاخر وحرياته بالاعتقاد بما يشاء. يعني مو لان احنا نحترم حقوقه في القول والتعبير، بل لأننا بحاجة لرأيه المختلف، بحاجة لإيقاظنا من غفوتنا وجعلنا ننهض من واقعنا الإنسان الراكد والمتعفن. بمعنى أننا بحاجة لإحياء علوم الوعي وليس لإحياء علوم الدين كما فعل الغزالي قبل ألف سنة. إحنا بحاجة لإحياء علوم الإنسان وليس علوم الأديان ولا إحياء علوم الدين وإصلاح الدين وما إلى ذلك. بعبارة أخرى، نحن بحاجة لأعمار إعادة أعمار الإنسان الذي دفع يعني الأمرين والذي دائما انتهكت كرامته ونعم حقوقه، حنور حقوقه واكتشاف ذاته وابتكار ذاته صناعة ذاته. يعني إحنا كل اللي فعلنا داخل أنا مجرد تابع دليل، أما رجل دين وأما تابع دليل لرب سماوي أو أرضي وكذا، يعني تابع يسوقونه كالنعاج خلف القطعان. هذا الشيء بعد ما عاد ممكن، عيب على الإنسان أن يكون بهذه الطريقة. ختاما أقول إن ما نحتاجه بغض النظر عن أي تسمية ومصطلحات مفاهيم هو بسيط وواضح، وعلينا أن نفهمه ونطالب به جميعا. المسألة ما راح تجي من فوق، لا راح تجي من الناس، من مسؤولة كل إنسان كل فرد، أنه إحنا نقبل فكرة أنه السلطة
تجري عملية تبادل السلطة بالأغلبية، فصل السلطات، استقلال القضاء، واحترام القانون والحريات الفردية. هذه هاي فقط، هي هاي مبادئ الديمقراطية والحياة التعليمية، هي هاي ماكو غيرها. أما شنو هي العلمانية؟ شنو تعريفها؟ يعني أنا شرحت إنه نوع فكرة سريعة على تاريخها وتعريفاتها، وقدم التعريف الخاص. لكن هي عموما مو أمر جامد، أما هذه أو تلك، لا، هي علمانية موجودة. يعني هي حياتنا الآن هي حياة علمانية، يعني هو توصيف ووجهة نظر في الحياة، أو التوجه في الحياة، أو نظر، مو وجهة نظر، نظر في الحياة. فأكو نظر يأتي من الأعلى، من السماء إلى الحاضر، وأكو نظر يأتي ينطلق من الحاضر، يعني ويرفض القوانين الغيبية التي تطبق على الحاضر. هو هاي العلمانية. المهم، لا وجود للتدخل في حياة الناس، ولا إمكانية لفرض أي نمط معين على حياتهم، ولا إمكانية للتدخل بالحريات الفردية وبحياة المواطن الفرد. هتصير الحرية مو كمفهوم وحق، إنما لفرض صورة معينة موضوعة مسبقا على الجميع. يعني مو مسألة إنه نشر الحرية، لا، ولا كمفهوم الحرية، لا، إنه أنت تفرض صورة معينة على الجميع وترغمهم على أن يكونوا بهذه الصورة. ووفق هذا الحق تفرض هذا الحق، أو تمنح نفسك هذا الحق اللي يمنحك فرصة التدخل بشؤون الناس الخاصة. هاي ليش ما لابسه حجاب وذاك لابسه، وهذا ليش يسوي هيك وذاك ليش، هذا ما له حق يغني، وهذا ما له حق يعمل كذا، ما له حق يسافر، ما له حق يتدخل بكل التفاصيل. التحكم بالضمير ووجدان الناس ما عاد مسألة ممكنة. بعد ذلك هاي الحالة اللي قلت عليها، هاي المبادئ الأساسية، تبادل السلطة بالأغلبية، فصل السلطات، استقلال القضاء، احترام الحريات الفردية والأفراد، شو سميها؟ سميها ديمقراطية، سميها علمانية، سميها كيف. المهم هذه الأساسيات التي واحدة من الأسس، أسس تأسيس معرفة جديدة. يعني ممكن هاي تصير نضح هذا من الدستور، قوانين ديمقراطية، ليبرالية، وحتى ما نجي الطاري العلماني، مو فد مشكلة. شكرا جزيلا وإلى لقاء قريب، مع السلامة.